ماذا نقول وقد انتهى الكلام وخاب الرجاء؟ ماذا نحرك من سكون؟ وماذا نغير من مواقف؟ ماذا نستنهض من همم؟ كل النوايا تتناثر أمام المصالح، كل مناد بالشعارات بالبيانات بالقرارات غاب في تعداد المواقف، كل صراخ في غزة غير مسموع، وكل جريمة في لبنان غير مرئية، وكل خير فيه مظلومية تحول لدعاية مجانية خدم الاحتلال وضرب العروبة عرض الحائط. من يقف بوجه مسيرات المقاومة ولا يوقف النار على شعوبهم فهو خائن، لا نرجو منه نخوة ولا نرتجي منه همة. أما العراق فهو الحاضر في كل الميادين دبلوماسيا عسكريا، لا يتبرأ من القضية ولا يدخر جهدا أو حراكا إلا ووظفه لنصرة الشعوب المضطهدة. أوراق الضغط كثيرة في الطاقة واللاجئين كبيرة، فستنجح خطوات الضغط الإقليمية على الدول الأوروبية لإيقاف جنون نتنياهو وجرائم الصهاينة، أم أن الواقع أصعب من مجرد جلسات حوارية تكتب ببياناتها بعكس ما جاء في كواليسها؟ حياكم الله. بداية خلونا نفتح حلقتنا وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي عن مهرجان طوفان الأقصى الثاني والذي أقامته الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين ممثلية العراق بالتزامن مع ذكرى السنوية للعملية، لنتابع. نظمت الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين مهرجانها الثاني لنصرة الشعبين الفلسطيني واللبناني بعد مرور عام على طوفان الأقصى الذي لا تزال أصداءه تتردد بقوة داخل الكيان الصهيوني، نظرا لآثاره العميقة التي أدت إلى خسائر عسكرية واقتصادية للاحتلال الغاصب. عقدنا مهرجانا كبيرا قبل عام بعد مرور أسبوع من معركة طوفان الأقصى، وها هنا نعقد الآن المهرجان الثاني عن معركة طوفان الأقصى لنصرة شعبنا في غزة ونصرة المقاومة والوقوف مع أبناء شعبنا في غزة وفي لبنان. بعد عام يا سادة، السابع من أكتوبر، لابد أن نستذكر ذلك اليوم المجيد، لأن عدونا على مدار عام حاول جاهدا أن يمحو من ذاكرتنا ذلك اليوم الذي دخل فيها ثلة من المجاهدين المحاصرين لأكثر من 17 عام، ليذيقوا هذا المحتل بأبسط الأدوات وبأقل الإمكانات ما لم يذقه من 7 دول مجتمعة في حرب حزيران. وشهد المهرجان حضور نخب سياسية ودينية واجتماعية مستنكرين كل الأعمال الإرهابية من قتل وتهجير بحق الأبرياء، فضلا عن الإشادة بدور العراق حكومة ومرجعية وشعبا من خلال المساندة وتقديم كل الدعم للشعبين المظلومين. الموقف العراقي أصبح موقفا متميزا بدءا من المرجعية الدينية العليا التي تحدثت حول دعم المقاومة، وأصبح هناك وضوح أن موقف النجف الأشرف لا يختلف عن موقف قم المقدسة، وهذا الموقف أضحى للشعب العراقي جميعا، حيث أن مجالس التأبين والتكريم مستمرة لحد الآن.
المشاركون ثمنوا عاليا تضحيات أهلنا في فلسطين وتمسكهم بأرضهم وحقهم بإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريفة. من بغداد شبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن الحراك العراقي الدبلوماسي على المستويين التنفيذي والتشريعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان ومنع تطور الأحداث في المنطقة. راح نتناقش بهذه المحاور مع رئيس مؤسسة نارامسي للحوار والتنمية الدكتور حيدر البرزنجي. حياك الله دكتور. أهلا مرحبا. حياك أهلا وسهلا. كما أرحب بالقيادي في تيار الخط الوطني الأستاذ حامد السيد. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. أيضا أرحب عبر سكايب من أربيل بعضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ وفا محمد. حياك الله. حياكم الله جميعا. أهلا وسهلا. أبدأ معك الدكتور حيدر، حراك على المستوى التنفيذي وحراك على المستوى التشريعي، لكن رب سائل العراق قادر على أن يلعب دور الوساطة أو تقريب وجهات النظر لهذه المرحلة، ربما العراق لم يتوصل لها بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لجنابك ولضيفيك الكريمين ولمتابعي قناتكم الموقرة. واقعا العراق خاض مسارات سابقة في كثير من القضايا التي ممكن أن تكون هي معقدة، وأنطي هنا نموذج. ما حصل من تقارب ما بين الجمهورية الإسلامية والمملكة العربية السعودية اللي قد تكون 4 عقود من الصراع أو النزاع السياسي، يعني ما كان أكو أيضا جهود في حل هذه القضية، لكن العراق استطاع في مرحلة سابقة أن يقرب وجهات النظر، واليوم أكو علاقات سياسية ودبلوماسية ما بين البلدين، وكذلك ما بالاتفاق النووي اللي سبق هذا الأمر في حكومة السيد المالكي أعتقد الثانية، أيضا كان دول السبع وما توصل إليه في ذلك الوقت أيضا إلى دور. نعم، لكن القضية هنا مختلفة. التعاطي والتعامل الغير مباشر والجهود السياسية والدبلوماسية هي مستمرة، والعراق كان موقفه هو الأبرز. طيب. والأكثر يعني مرجعية وحكومة ومؤسسات مؤسسة تشريعية وحتى كيانات سياسية كلها كانت تشارك وتساهم وكوزارة خارجية في سبيل الوصول أو التوصل إلى حل. منه جاي عرقل؟ كيان لا يستجيب، كيان الصهيوني كيانا متوحشا لا يفقه لغة الحوار ولا يفقه شيء إلا لغة القتل والإرهاب، وبالنتيجة الأب الأكبر الراعي الرسمي هو الولايات المتحدة. وما حصل مؤخرا من تطورات، يعني عدم الرد على ما حصل من خلال توجيه الجمهورية الإسلامية ضربة للكيان الصهيوني، هو جاء بسبب المخاوف ومعرفة أنه ممكن أن يكون هناك الجمهورية الإسلامية تمتلك سلاح نووي، وبالتالي مصالح الأمريكية المتواجدة بالمنطقة أيضا كانت هي حائل ومانع دون أن ترتكب أو يرتكب. يعني ربما حضرتك تفضلت الآن بتناقض، أنت تقول أن الكيان لا يستجيب. صحيح. وعدو متهور وشرس ويريد الحرب حتى يحافظ نتنياهو على مكانه السياسي. نعم. لماذا نتفاوض؟ لماذا نذهب إلى الحوار؟ لا، مو حوار مع الكيان. لا، مو مع الكيان، حتى مع الوسطاء الذين يستطيعون الضغط على الكيان. يعني هي ضغوطات يجب أن تمارس. اليوم العراق يتبنى مبادرة لجمع دول إسلامية وعربية لعقد قمة، وقد ممكن أن يشارك فيها الروس والصين والجمهورية الإسلامية وبعض أو أغلب الدول العربية يكون في العراق. بالنتيجة إذا خرج بمخرجات، يعني بعيدا عن المجلس الأمن وبعيدا عن الجامعة العراقية، جمع هؤلاء في العراق إلى دور مهم. لا تنسين حضرتك أنه الروس والصين أعضاء في مجلس الأمن، كذلك الإيراني، يعني بالنتيجة ممكن أن تصدر قرارات من مجلس الأمن. لكن هل ينصاع لها الكيان؟ لا لا، لكن هي مبادرة ويريد من خلالها العراق أن يقول أن الموقف العراقي الذي تناسق وانسجم مرجعية وشعبا وحكومة هو واحد، واستطاع أن يكون بودقة لمبادرة. طيب.
إذن أستاذ حامد، ما تفضل به دكتور حيدر يعني قد يعتبر شكلي خطوة شكلية للعراق ربما على أنه يتحرك باتجاه وقف هذا التصعيد وبالتالي وقف إطلاق النار. هل اليوم المقاومة العراقية لديها أوراق ضغط ربما لإيقاف هذه الحرب لاستهداف النفوذ الأمريكي في المنطقة؟ ابتداء تحية لجنابك ولضيفك العزيز أستاذ حيدر ولضيفكم عبر الأقمار الصناعية. يعني أنا أولاً لست متحدث باسم فصائل المقاومة وعنده وجهة نظر حقيقة مختلفة. وجهة نظرك أنت كقيادي. عن 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 الصوت السائد اللي يحفز دائماً. أنا من عرفت حضرتك أنت قيادي في الخط الوطني. فأنا أسألك عن ما أنت تمثل. لذلك أتمنى أن تستوعبون رأيي في هذه الحلقة. ابتداءً العراق ليس جزءاً من محور المقاومة. شلون ليس جزءاً من محور المقاومة؟ لا إيران تريد أن يكون العراق جزء من محور المقاومة. ولا البنية الاجتماعية. للشيعة في المعادلة الاجتماعية أيضا مستعدة أن تكون جزء من هذا المحور. وعندنا موقفين واضحين وصريحين في أزمة لبنان، المعركة الطاحنة التي تجري بين الكيان الصهيوني المتوحش وبين أهلنا وناسنا في بيروت وبين جنوب لبنان اللي هم الشيعة. وكان موقف المرجعية الرشيدة واضحا في دعوتها للجهاد الإغاثي، وهو نوع من أنواع تحديد وجهة النجف في هذه المعركة، بأن النجف تراهن على المقاومين في حدود دولتهم وهم مسؤولين عن حفظ سيادتهم. لذلك وصفتهم في بيان النعي للسيد نصر الله وبيان يعني التبجيل للمقاومين في لبنان، وصفتهم بالمقاومين الأبطال. وبالفعل هي معركة شرف تحدث في بيروت في لبنان، لكن ضمن الحدود الإدارية للبنان. جيد، ممتاز. نأتي إلى الموقف الآخر لفاعل اجتماعي مؤثر في المعادلة الشيعية اللي هو سماحة السيد مقتدى الصدر. سماحة السيد مقتدى الصدر لا أعتقد يخشى أن يتدخل في المعركة بشكل مباشر وأن يطلق أيضا صواريخ من بغداد أو من العراق أو من الرمادي أو يطلق درونات. أيضا تبنى موقف إغاثي وإنساني، وهذا أندل على أي شيء؟ يدل على إدراك الفاعلين المؤثرين في المساحة الشيعية العراقية، وهذا بيتو طبعا تنسيق وتوزيع أدوار أعتقد حتى مع الجمهورية الإسلامية في إيران، بأن مساحة العراق مساحة لا تستوعب الحرب مع الكيان الصهيوني. ومن مصلحة الكيان الصهيوني أن يجر العراق إلى منازلة وإلى معركة غير منتهية. هذا كيان وحشي، كيان مستبد، كيان متغطرس، كيان يريد أن يجر المنطقة مثل ما أشار لها نتنياهو في مجلس الأمن الدولي وأشر عليها باللون الأسود أنها محور الشر والعراق في قلبها، يريد أن يجر كل هذه المنطقة إلى معركة وجودية معها حتى يستنزف قدراتها البشرية، يستنزف قدراتها الاقتصادية، ويستنزف أيضا قدراتها العقائدية والاجتماعية ويجعلها بلدان خاوية. طبعا من يسند بهذه المعركة؟ يسند العالم الغربي، يسند العالم الأوروبي. أنتوا جاي تشاهدون أن المعركة تجاوزت السنة في غزة، وغزة أصبحت رماد دمار. لماذا تعرف في المعيار الإنساني العالم في المعيار وإرسال صواريخ إلى الكيان؟ هل اليوم المقاومة تحاول جر الكيان لمعركة مفتوحة مع العراق؟ هو هذا السؤال يوجه إلهم صراحة حقيقة. يعني إحنا مو ضد المقاومة، نحن نعترف بأن المقاومة لها يعني احترام وتقدير منا نحن كعراقيين، وبالتالي لا نسلبها وطنيتها ولا نسلبها ثوريتها ولا نسلبها عقيدتها الجهادية، لكن نقول ليس من مصلحة البعد السياسي وأيضا القناعة الفقهية للفاعل الاجتماعي الشيعي في العراق أن يجر هذه المساحة السياسية في العراق. وأعتقد أن العراق يستطيع أن يلعب دورا سياسيا لتخفيف التوتر في المنطقة، وبإمكانه الآن احنا عندنا تواصل مباشر جرى بين ماكرون وبين رئيس الوزراء. شنو نقاط القوة للعراق؟ هذه أدواته، هذه وسائله. أنت نقطة قوتك وجودك في المنطقة أن تكون صمام أمان لهذه المنطقة. هذه المنطقة بها نفط، هذا النفط يخرج ويعيش أوروبا ويحيي مصانعها، وبالتالي ينعش اقتصادياتها. كم مرة صمام الأمان ضربت إسرائيل وضربت مقر الحشد؟ بالعراق ما ضربتنا، ضربتنا أمريكا بالعراق لحد ما اكو تبني رسمي من اسرائيل. تدري اكو انفجارين صار على مقر الحشد، الولايات المتحده قالت احنا ما ارسلنا طائرات ولا ابدا
ولحد الآن ماكو أي جهة تبنت هذا التفجير. الموقف الرسمي وحسب مراقبين ومحللين سياسيين يقول لك هذا فعل الكيان. الموقف الرسمي أنا ما أتحدث عن الموقف المحللين والسياسي، أنا أتحدث عن الموقف الرسمي اللي يصدر من القائد العام للقوات المسلحة، لأن هو مسؤول أيضا على أرض وسماء ومياه العراق. بالتالي هو لازم يكون واضح مع شعبه وواضح أيضا مع القوى الماسكة بالأرض. إذن أنت من وجهة نظرك إسرائيل لم تضرب العراق، لم تقدم على ضرب العراق لحد الآن؟ ما عندنا ضربة صريحة واضحة من الكيان الإسرائيلي وواضحة. من الكيان الصهيوني للأراضي العراقية، ولا كان أكو موقف مختلف من الحكومة موقف مختلف أيضا من المؤسسات الدينية والفواعل الاجتماعية. فلذلك يعني أعتقد سيد عادل عبد المهدي في حكومته في جلسة في البرلمان عندما استشهد الشهيدين القائدين العظيمين حاج أبو مهدي والحاج قاسم، قال وموجود مسجل أنه الكيان الصهيوني استهدف العراق بخمس ضربات، استهدف مقار الحشد واستهدف قوات الأمنية الجيش العراقي وكذلك الشرطة الاتحادية. بس هذا كمو يعني حتى أذكر جنابك. إذن هذه المعلومة ما أعتقد أكدها سيد عادل. لا أكدها ومثبتها بصورة وصوت في جلسة مجلس النواب. كان رئيس وزراء هو قائد القوات المسلحة. نعم. طيب إذن سيد وفا محمد أجد ترحيب بحضرتك. موقف أقليم كردستان مع موقف الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لوقف إطلاق النار، لو لكم حراكم الخاص بالتنسيق مع الأمريكيين وبصراحة. تحياتي حضرتك الضيفين الكريمين لجميع مشاهدين الأعزاء. أكيد عندما نتكلم عن موقف إقليم كردستان وهو المشارك في إدارة ائتلاف الدولة وعنده وزراء ومشارك في حكومة السيد محمد الشيعة السودانية الحكومة السودانية، الموقف سيكون موقف دولي وموقف حكومي، أي الموقف الذي يتخذ حسب قرارات احنا عندنا من الدستور العراقي خاصة في اعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ. لماذا لنرجع الى الوراء دقيقة الى 2005؟ المخضرمين السياسيين من الجيل الاول لماذا وضعوا يعني عقبات ووضعوا شروط قوية لاعلان حالة الحرب والطوارئ؟ كانوا الجيل الاول يعني هم يعرفون ماذا يعني الحرب، يعني الدمار، يعني الهلاك، يعني ارجاع البلاد الى 20 سنة إلى الوراء. ونحن العراق شبعنا وسئمنا من حروب كثيرة بمغامرات الطاغية، وقبل كان حركات التحرر الكردية ودخلنا الحرب مع الإرهابيين، وصار لنا 5 سنوات شوية نشمهوة وتطوعنا تطور زراعي وتكنولوجي وزراعي، والحمد لله الآن هناك حرب دائرة في منطقة قريبة. ونحن كالعراق كشعب كحكومة عبرنا مرحلة إن لم تستطع فبلسانك وإن لم تستطع فبقلبك، لأننا استطعنا بأيدينا أن نقدم الدعم اللوجستي. الدعم اللوجستي اللي أول واحد قدم العراق من المشتقات النفطية، من المواد الغذائية، من الأدوية، من فتح البيبان للبناني، هذا هو الدعم الأكبر اللي هو أقوى من الصواريخ والمسيرات اللي بعض الفصائل يبعثوها بدون أي اتفاق مسبق أو بدون أو ترضية الدولة ولا حتى بدون فتوى من المرجعية. أنا أريد أذكر شيء، أنت تقولي أكيد موقف حكومة إقليم هو الموقف الذي يتخذ حسب المادة 61 طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وبموافقة 2/3 أعضاء البرلمان. بمعناته ما يصير يعني شوف إذا حال صار 2/3 يعني 220 برلمان كلهم يوافقون وبطلب من رئيس، هذا هو الموقف القانوني لحكومة إقليم كردستان. أختي الفاضلة زين بصراحة سيد وفا خلينا نتحدث بصراحة، اليوم أكو قواعد صهيونية بإقليم كردستان؟ يعني نحن سمعنا هذه الرواية كثيرا، لكن هذه إذا ما صحت هذه كارثة، لأن راح تستخدم يعني راح تستخدم بالضد من الجمهورية الإسلامية ومن محور المقاومة. وهسا على الأقل لنقول قواعد، خلينا نقول أكو مصالح مشتركة مع الكيان الصهيوني. بعد استهداف بيتين، بيت الشيخ باز وبيت بشرو دزي، وإرسال لجنة كبيرة برئاسة السيد قاسم العرجي، وتأكيد السيد قاسم العرجي بأنه لا يوجد أي شيء من هذا المثيل، تم استشهاد طفلة عمرها 11 شهر بصواريخ 12 صواريخ، ومع الأسف الشديد يعني كان المفروض أن يكون تنديد من جميع الجهات على هذه الضربة وهذا
يعني استهداف للسيادة العراقية، تأكد أنه لا يوجد أي شيء من هذا، إنما هذه إداعات وأكاذيب وإحنا أكذبناها 100 مرة، وحتى الجانب الإيراني أعطيناهم أدلة. زين. لا مصلحة دقيقة، لا مصلحة لإقليم كردستان. ولا تنسين قانون تجريم التطبيع قدمه هو الحزب الديمقراطي مع التيار الصدري. لو كان هناك أي خلل أو مثلا نقطة صغيرة على تورة الإقليم، يستطيع أي واحد أن يقدم دعوة بالمحكمة الاتحادية، وما شاء الله المتربصين كثيرين على إقليم كردستان، هواية الكل قاعد يدور. لو كان هناك ليش أستاذ يعني وفاء، أستاذ وفاء ليش أكو تربص على إقليم كردستان؟ ولكن هذا دليل أنه لا يوجد بس أي اسمح لي إسرائيلي في إقليم كردستان. زين، منو متربص بيكم؟ من اليوم قاعد لكم على 1.5 ويقال انه اكو تعاون اقتصادي مع اقليم كردستان نفطيا. يا فرح انت، يا ست فرح، احنا انت تعرفين كم قرارات المحكمه الاتحاديه اتخذت ضد اقليم كردستان، وكم قرارات يعني من كثير قرارات، وانا قصدي شكاية المتربصين مو بس فقط من مكون معين. لا انتوا هاي راح تظل، انتوا هاي راح تظل بقلوبكم قرارات المحكمه الاتحاديه. اي سيد وفاء، هناك متربصين على بس اسمح لي، بس اسمح لي، قرارات المحكمه راح تظل بقلوبكم قرارات من محكمه دستوريه وتنفذ على الجميع، لا فرق بين الكردي وبين السني وبين الشيعي. هذا ليش متحسسين حتى الان بان المحكمه متربصه؟ لو كان هناك اي شيء صغير يتعلق بالكيان لكان هناك دعاوي كثير قدمت إلى المحكمة، ولكن هذا دليل أنه لا يوجد أي نشاط. ونحن أنكرنا هذا الموضوع، ولا تنسين يا أنا كم مرة قلتها، تاريخ الأكراد وتاريخ الكرد يعني بالتاريخ لحد الآن هو أكثر القوميات اللي لهم الشرف أن يتكلمون عن القضية الفلسطينية. خلينا نعود إلى التاريخ أستاذ وفاء، يعني خلي بس أذكرك شغلة، إحنا الشرف نتكلم القضية الفلسطينية. إيه بس اسمح لي أذكرك بنقطة، انت تتذكر المؤتمر اللي كان لرعاية التطبيع وبعدين الحكومة هذا في اقليم كردستان قالوا هذا المؤتمر اللي قاموا اثنين طلعوا عن برنامج المؤتمر ومن كيفهم حشوا وسكتوهم بعدين القاضي عليهم، يعني تعرف شلون هسه انت تسوين مؤتمر مال المياه يقوم واحد من كيفه يحشي على الكهرباء بدون ماكو هذا بالري، هذا كان خروج عن نصوص المؤتمر، هذا كبروها الجماعه بعدين عرفوا ان هذا المؤتمر ما له دعوه بهذا الموضوع، يعني الجماعه كبروها يعني دائما يدون يكبرون المواضيع، واحنا انكرنا هذا في ذلك الوقت، انكرنا هذا الموضوع وقلنا يا منو تريدون تطلبون احنا نقدمهم، اذا تلقون قبض عليهم تفضل احنا نقدم لكم اياه وحاكمهم. طيب دكتور حيدر، هسه المقاومه مو جزء، العراق مو جزء من المقاومه، والعراق من المفروض يجر المقاومه، من المفروض تجر العراق الى حرب، وموقف الاقليم واضح مع القضيه الفلسطينيه، اذا المقاومه رايحه تهوس وين؟ أشوف هي سمرات إحنا نتحدث من واقع زي ميداني عملي، ومرة لا، يعني بصراحة أحيانا الوقوف على التل في معركة الحق والباطل لا يجدي نفعا، وبالتالي تصير بها جزء من الانكسار أو جزء من قد لا نعلم أنه هذا الوقوف على التل هو عدم النصرة. ابتداء المرجعية في النجف الأشرف قالت ضرورة زوال الاحتلال الصهيوني من هذه المنطقة. زوال الاحتلال كيف يكون؟ بالدعاء مثلا؟ لو بكل الوسائل المتاحة. شنو معنى كل الوسائل المتاحة؟ احنا نجي نحدد ونقيد ما تفضلت به المرجعية بقيد شرطي وفق مزاجي الشخصي. شنو مقومات المقاومة؟ لربما هذه الدعوة، لربما هذه الدعوة هي للبنان وسائل المقاومة اليوم لطرد الكيان وإنهائه. المرجعية أولا مو أنا أفسر كلامها ولا مع احترامي، هي لديها القدرة والشجاعة أن تتحدث بكل صراحة. المرجعية التي أفتت بجهاد ضد الدواعش وفتوى الجهاد الكفائي التي أنقذت البلاد والعباد وأنقذت كل المنطقة من هذا الشر، عندما تتحدث إذا ضممنا بياناتها السابقة بزيارة البابا إلى النجف الأشرف، ثم بعد ما حصل في طوفان الأقصى، ثم بعد ذلك ما حصل مع لبنان، ثم بعد ذلك بعد استشهاد السيد حسن نصر الله، أنا أريد أتحدث
وفق جغرافيا محددة، اتفاقية سايس بيكو، وبالطرف الآخر اللي هو الكيان الصهيوني مدى يتحدث بهذه اللغة. الكيان الصهيوني تدعم كل الدول الأوروبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، ما يقولون اكو حدود وإحنا ما علينا ولازم نوقف على التل والعراق يجب أن يتجنب الحرب. أخي نحن يجب أن نعلم العراق في حالة حرب منذ عام 1948 مع الكيان. طيب خلينا نفسرها، الكيان الصهيوني هل من مصلحة جر العراق إلى حرب؟ رأس الحرب التي يقيمها الكيان الصهيوني الآن بقتله وسفكه للدماء في لبنان وفي فلسطين وفي سوريا ستكون في العراق. احنا الحقيقة الصراع هو مو صراع سياسي، صراع ديني اثني تلمودي من البحر الى النار. عندما قال نتنياهو في مجلس الامن اسمى هذه الدول بالدول الملعونة، هذه ابجديات، لماذا يراد ان تغيب بالاعلام؟ احنا مو دماءنا رخيصة، ولا احنا راغبين للحرب، ولا نحن دعاة للحرب. ندعو للبلد بالأمان والإطمئنان وللجهود السياسية والدبلوماسية، لكن شئنا أم أبينا نحن جزء من البحر إلى النهر، من الفرات إلى النيل. يعني الكيان راح يهاجم العراق شئت أم أبيت، إذا مو اليوم غدا، إذا مو غدا بكرة. بغض النظر عن الجهود الدبلوماسية اللي حصلت في سوريا، دا أتحدث أنا بالجانب الآخر، إحنا نتحدث بس عن نفسنا. أمريكا دعمت الكيان بكل ما تستطيع، وهي تقول أني الأب الراعي أو الرسمي، وكذلك الدول الأوروبية الأخرى. هذاك يجوز ينتقل آلاف الكيلومترات ويجعل كل إمكانياته في خدمة الكيان الصهيوني لقتل أبناء. بس يقول لك إحنا ما قصرنا، ده زينة مساعدات، حتى إحنا ما أطلقنا عليهم كلمة نازحين ضيوف العراق. جيد. وين جهد المشكلة؟ ليش مبارك. لازم نتجه إلى الحلول جهد العسكرية؟ مبارك ومشكور وجزاهم الله خير بكل من قدم شربة ماء لإخوانه في لبنان وفي فلسطين. والعراق هو الأول حكومة وشعبا ومرجعية. أما أنه العراق ليس جزء من محور المقاومة، هذا كلام مردود عليه بآلاف الحجج والأدلة، ابتداء من كلمة السيد الشهيد حسن نصر الله ووصفه للعراقيين ومحور العراق ووحدة الساحات. إيران كذلك تقول، أنا ما أعرف هذه من أين تأتي هذه أنه العراق مو جزء من هاي، يعني بصراحة صار كم يوم أسمعها من بعض الإخوان اللي هم أنا أفسر هذا كلامهم حبا حرصا على العراق أو مشتبهين اشتباها، يعني عندهم شبهة. يقول لك احنا بلدنا مريتها تذهب الى الدمار، ومو مصلحة الكيان انه العراق يدمر. اخي الطوفان قادم قادم، اذا لم نكن بموقف حقيقي تجاه هذا الكيان الغاشم الطوفان قادم. هذه عفوا خل اكمل، هذه حقيقة يثبتها الكيان نفسه. نتنياهو نقول احنا نقول لا لا، هذا يعني صراحة ما يصير، لكن إحنا لو ما المقاومة ضاربيهم كان العراق ما له علاقة. طيب أجي أذكر لك سلسلة تاريخية باستهداف الكيان إلى العراق، نبدي من عام 1982 ضربهم للمفاعل، تكررت لأنه السماء مو بيدنا سابقا. يعني هسه من وجهة نظرك أفضل وسيلة للدفاع عن الهجوم؟ قطعا يجب أن ندافع عن بلدنا، مو بس عن بلدنا، ندافع عن إخواننا ونصرة إخواننا المظلومين. بالنتيجة إلى الآن، إلى حد هذه اللحظة اللي نتحدث بها أنا والإخوان، العراق أو العراقيين والمقاومين لم يشاركوا فعليا في الميدان في لبنان، لأنه لبنان فيها رجال وفيها أبطال. طيب. كذلك في سوريا أيضا فيها رجال وفيها أبطال. إحنا اليوم ستاند باي، يعني في متحضرين. لازم نبقى ستاند باي. أنت قلت الطوفان قادم، وتهديدات نتنياهو لمرجعية النجف الأشرف، هذا دليل المعركة يخوضها الشيعة الذين دعموا المقاوم السني. ليش حصرتوها بالشيعة فقط؟ أكو سنة في فلسطين اليوم قاعدة يقاتلون، والشرفاء من هم مشاركين مع هذا الأمر، الأخوة في حماس وفي كتائب القسام المقاومة في فلسطين التي دعمت من الجمهورية الإسلامية. المقاومة شلون صارت بهذه القوة وقوة الصدع والردع لو ما دعم الجمهورية الإسلامية لهذه المحاور؟ أنا أقول مو صحيح
انه نجي نفسر ما تقوله المرجعيه وفق آرائنا. وجهة نظرك واضحه جدا استاذ حامد، الطوفان جاي ولازم نبقى ستاند باي خوش، لانه الطوفان بالفعل قادم، وهذا ما اكدته مصادر اعلاميه بوضع صوره المرجع الاعلى السيد علي السيستاني في قائمه الاغتيالات. طيب شنو اللي ممكن يوقف الكيان عن استهداف هكذا شخصيات في العراق؟ المرجعيه لا يمكن ان تكون هدف، ولا تجرؤ اسرائيل على ان تجعل المرجعيه هدف، لان هذه المرجعيه هي رمز عالمي وليس شيعي. المرجعيه بالنهايه من يتعنى لها باب الفاتيكان من روما ويجيها للنجف ويقصدها في دارها وزقاقها القديم ويخلع عليه ويدخل في هذا البيت المتهالك المترهل ويصعد بطيارته ويقول أنا التقيت بروح من أو استشهد بأنه عينة من روح الله. زين، هذا كلام كبير، هذا زعيم دين ينتشر في العالم بالمليارات، بس على اساس اسرائيل محترمه اي شيء. اسمحي، هذا رمزيه السيد السيستاني ده اتحدث عنه. فالسيد السيستاني لا يجوز لنا ان نحتكره بانه رمز شيعي، هو رمز وطني، رمز انساني، رمز عالمي. وبشهاده السفيره الامريكيه اللي قبل ايام قليله نزلت تغريده قالت بوصف دقيق ايه الله العظمى خط احمر بالنسبه لنا، ولا يجوز تجاوز عليه واستهدافه والتعرض له. احنا نتحدث بواقعيه لو نتحدث بشعارات. اذا نتحدث بواقعيه قد تكون واقعيتنا تجر الى نقاشات، وبالتالي هاي النقاشات تمنحنا وقت من التراشق التبادل بانك لا يمكن ان تفسر موقف المرجعيه، ولا يحق لك ان تفسر موقف المرجعيه، ولا يمكن لك ان تعبر وتدلي برايك فيما يتعلق بميدان المعركه ومساحه المعركه في المنطقه. هسه نتحدث عن وضع العراق. جيد. هل القرار في العراق قرار خاص بالشيعة؟ العراق هل يستطيع الشيعة أن يقرروا خوض الحرب مع الكيان الصهيوني بالنيابة عن الطائفة السنية وعن المكون الكردي وعن الأقليات؟ ما قيمة العراق المتنوع والمتعدد؟ ما قيمة الشراكة السياسية؟ ما قيمة التوازن السياسي اللي بنى عليها النظام السياسي منذ عام 2003 وهو سر بقاء واستقرار هذا النظام؟ التوازن والمحاصصة والشراكة. وهذه المحاصصة السياسية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوزها بأي تكتيك يجازف باستقرار البلاد، لأن استقرار البلاد ضامن لهذا التوازن السياسي، ضامن الاستمرار هذا التحاصص وهذا التقاسم في البلد. لأن لا يمكن أن نتخيل وجود حكومة في ظل حرب، لا يمكن أن نتخيل وجود دولة ووجود نظام في ظل حرب. لماذا تتحدث عن العراق؟ ليش ما نتحدث عن وجهة نظر الإسرائيلية بأن الطوفان قادم؟ أنا أتحدث في حال قرر العراق أن يخوض حرب استباقية. زين، ماذا إذا كان الكيان يريد أن يشن هجوم؟ هسه الكيان اذا يريد يشيل هجوم ويريد يجي بار ويريد يجي جو ويريد يجي بحر، احنا مستعدين. انا واحد من الناس هاي اذب سترتي واذب برباطي واروح اتحمل تكليف الوطن همينه مو الشرعي والديني، لان هذا وطن ولازم ادافع عنه ولازم اقف ضد اعدائه، ولا احتاج الى شعار ديني ان يستنهضني بالنهايه، ما نحتاج، هذا وطننا، هذا ارضنا، هذه سمائنا ومياهنا. واضح التعبير؟ انا اتحدث الان بواقعيه، يعني حتى نخوض بقضية مفصلية، قضية تشكل قرار للهوية الوطنية العراقية. ومثم من متى العراقيين الشيعة تجاوزوا بقية المكونات والطوائف في القرارات المصيرية؟ منذ متى؟ يعني من 2003 لليوم ايش وقت احنا تجاوزنا المكون السني؟ ايش وقت احنا تجاوزنا المكون الكردي؟ وهل الطائفة الشيعية او المذهب الشيعي هو عرق او مكون مثلا؟ هذا مواطن عراقي، وهذا المواطن العراقي أيضا له حسابات حال أي مواطن آخر. يعني من الضرورة بمكان هنا أن أكون واقعي في طرحي في حديثي. أنا من أقول أن العراق ليس جزء من محور المقاومة وليس جزء من وحدة الساحات، لأن أكو دلائل وقرائن. لو كان جزء من وحدة الساحات والمقاومة لما سمح بوجود قواعد للجيش الأمريكي، لما سمح بوجود أكبر سفارة في التاريخ لأمريكا في بغداد. احنا نتحدث عن قرار تمتلك الدولة، هذا القرار الشيعة شركاء في اتخاذه، لو الشيعة اجبروا على اتخاذه،
من اللي أجبر الشيعة على بناء سفارة كبيرة وأكبر سفارة في التاريخ لأمريكا في العراق؟ ومن اللي أجبر الشيعة؟ لا إحنا إذا نتحدث إذا كان قرار المقاومة قرار لازم من هسه نتخذه والعراق جزء من وحدة الساحات. هذه أمريكا الآن تقدم إسناد بالصواريخ وبالمال وبالقرار السياسي العالمي إلى الكيان الصهيوني لإبادة الشعب في غزة ولإبادة أهلنا في جنوب لبنان وفي وسط لبنان. هي أمريكا الآن جاي تقاتل وكالة عنها ممثلا عنها الكيان الصهيوني. إحنا إذا نتحدث عن قرار الحرب واتخاذه خول مفروض الدولة مؤسسات الدولة الحكومة هنا الحكومة بها رموز شيعة بها قناعة شيعية خلي يطلع واحد من المؤسسة الرسمية ويقول يا جماعة قرار الحرب متخذ. هذا قرار الحرب مو قرار هين. احنا ما نتحدث الآن عن قرار ممكن اتخاذه من خلال منبر أو منصة من خلال شاعر أو مهوال من خلال صحفي أو إعلام من خلال محل. قرار سيادة البلد المواطن والشعب والمؤسسات كلها تتعطل الأحزاب المفروض كلها توقف نشاطها المكونات المؤسسات اللامركزية حتى انتقل الأستاذ وفا طوفان قادم من الكيان الإسرائيلي بغض النظر عن شنين حملة دفاعية أو لا ست فرح حضرتك أي بل إيران قصفت إسرائيل زين وش قالت قالت نحن وردينا على اغتيال هنية واغتيال السيد حسن نصر الله وردنا لا يرتقي إلى توسيع الصراع في المنطقة. شاتة ليش تتوزع الصراع في العراق؟ أنت شو تمثل؟ إذا تمثل إيران إيران ضد توسيع ساحة الصراع في المنطقة، إيران في المملكة العربية السعودية لاحتواء الحرب في المنطقة، إيران في قطر لاحتواء الحرب في منطقة. اليوم رئيس البرلمان الإيراني رئيس مجلس الشورى الإيراني في لبنان للتضامن والتعاطف مع أخواتنا اللبنانيين وأيضا كرر جملة أن إيقاف الحرب لابد أن يتم وفق قرار 17-01. الحكومة اللبنانية اللي بيها تمثيل لحزب الله البرلمان اللبناني المكونات السياسية في لبنان يطالبون بتخفيف التوتر في المنطقة وإيقاف الحرب وتنفيذ قرار 17-01. أنا بالعراق أجي أطلع بالأيام وأجي أطلع بالاتجاه وأجي أطلع مادر بيا قناة وأقول العراق يجب أن يوسع من دائرة الحرب ويا قاعد رابش كافوري ولازم أنا أحمي صواريخي وأضرب الكيان الصهيوني لأن الطوفان قادم. يا أخي إيران تقول لك لا لتوسعة الحرب، أمريكا تقول لك لا لتوسعة الحرب، فرنسا تتصل بالعراق تتوسل به تقول له خلي مساحتك السياسية ومساحتك الجيوسياسية مساحة لالتقاء المنطقة مساحة لاحتواء أمن المنطقة، المنطقة ذاهبة إلى احتواء هذا الصراع. الوقت أنا إحنا نتحدث هنا لا سيد وفا لازم أرجع له وأرجع لك لا مال يا قاعد رابش كافورة شاي مال بعثية كون أسحنا بعثية لا لا اسمح لي اسمح لي لا أنا أقول هذا استحضار هذا استحضار هذا استحضار هذا أنا أقول إنكار الشيء لا ينفي ما عدا ما لأنه أمريكا تقول للعراق وإيران راحت السعودية هاي تفسيراتنا الخاصة تفسيرات مواقف سياسية مواقف السياسية الحقيقية أنا راح أرجع لك ما تشاقص الفرح على مؤسسات رسمية مواقف السياسية الحقيقية زين اللي اتخذها العراق كعراق زين هي التي كانت الأول على كل مستوى العالم. نعم العراق اليوم جزء لا يتجزأ من محور المقاومة خوش شاء من شاء وأبى من أبى مو أنا أقول سيد حسن نصر الله يقول رضوان الله عليه زين. مو أنا أقول المقاومة في العراق التي أخرجت الاحتلال في عام 2011 الظروف التي حصلت فيها السفارة الأمريكية كانت ظروف مرتبكة كان المحتل هو اللي يتحكم الآن التعامل مع الولايات المتحدة على إنها بس اسمح لي الآن الحكومة من يقوتها جنابك طرحت كثير من القضايا لا الآن الحكومة من يقوتها الآن أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أعرف زين اليوم التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد القرار الذي اتخذ بإخراج التحالف الدولي من العراق وتم التوقيع الآن توصيفها يختلف المقاومة أعطت مساحة للحكومة لأننا نثق بالحكومة للتفاوض خلال العام المنصرم وبالتالي محاولة سلخ العراق من هذه البيئة أنا أعرف شنو مداياتها وما هي غاياتها شنو مداياتها وبسرعة حتى أرجع للأستاذ غايتها ومداها أنه إحنا ما لنا علاقة خلي شي يصير خلي يصير خلي نسد بابنا كأنه إحنا عايشين في عالم أولا أكو استراتيجية أمن قومي مشترك
بين من اللي تعمل بيها الولايات المتحدة رغم المسافات آلاف الكيلومترات؟ استراتيجية الأمن القومي المشترك، اسمح لي أنا أجاوب. استراتيجية الأمن المشترك اليوم المنطقة كلها في خطر، وإيران عندما ذهبت إلى قطر أعطت رسائل متعددة، وعندما ذهبت إلى السعودية تقول لهم أنه المنطقة إذا اشتعلت فلم تكن هذه الدول الخليجية في مأمن، لأنه الكيان الصهيوني لا يستهدف فقط العراق ولا يستهدف فقط إيران، يستهدف كل المنطقة. أستاذ حيدر، حتى بس أقسم الوقت، أستاذ حامد أكو كان تساؤل يعني حقيقة قريب على قلب، ليش قلت يطلع على الأيام والاتجاه ويصيح يا قاعد ترى؟ لا العفو، يعني إيش عجب اتجاه وأيام؟ لا العفو، أنا دا أتحدث هذه ست فرحة نسيتيني أني ست فرحة، راح أرجع لك والله راح أرجع لك. لا تربوط بديوان أخوي، شنو جوزك؟ لا عفو، أنا أتحدث عن استحضار هذه نغمة الحرب، هذه النغمة اللي لازالت معشعشة. أنا أتحدث عن معيار ضرب إسرائيل، إذا كان بالنهاية هو معيار يثبت نزاهة من يقوم به صدام حسين، ممكن ننزهها من جرائم اللي ارتكبها بحق شعبه؟ لا طبعا، من الجرائم اللي ارتكبها بحق الشيعة؟ بس عفوا اسمحي بس خلي اكمل فكرة. اولا مو هذا المعيار، صدام ايضا ضرب اسرائيل، ضرب تل ابيب، رجاء لا تخلون معيار من يقصف اسرائيل اليوم. اخي المقاومة واجهت بوحدها واجهت الدواعش، واجهت الحركات المتطرفة. هسه الان انت تحكينا عن قرار السياسي ومشاركة الكيانات السياسية الاخرى في القرار السياسي، وين كانت هاي المكونات عندما واجه الشيعة وحدهم هذه التنظيمات الارهابية؟ كانت شيعي يا اخوي، احكي الحقيقة. سيد مقتدى الصدر عندما أعلن المقاومة في ذلك الوقت، أنت الآن تريد تسحب بعض الجهات وتخليها في مأمن حتى تخلي الصورة ضبابية، هذا مو صحيح. الآن السيد الصدر مو ضد محور المقاومة، مو ضد محور المقاومة، لا أبداً، لأن ما رابع إسلام ضد إسرائيل. شوف اسمح لي، أي لأن مجمد المقاومة، مو أنت المتحدث باسم السيد. لا لا أنا جاي تعطيني تفسير الرجل في الاشتراك في المعركة. أستاذ وفاء يعني إذا كانت معركة وجودية، إذا كانت معركة وجودية الآن إحنا مهددين من رخصتكم، لازم انتقل. السيد وفاء، سيد وفاء لو سمحت لي، اليوم اذا شنت حرب على العراق وجاء الكيان الاسرائيلي وضرب العراق واستهدف مواقع استراتيجية، اقليم كردستان وين من هذه المعادلة؟ الا يا اخي ما شفنا لكم تصريح يرفض استهداف السيد السيستاني عندما وضع صورته على احد الاهداف المستهدفة من قبل الكيان. شنو موقف اليوم اقليم كردستان؟ اولا ماكو شيء اسمه استهداف السيد السيستاني المرجع الاعلى، هاي انا اعتقد هذا خط احمر، وهاي بس صارت يعني، وهذا مستحيل من سابع المستحيلات. ليش سابع المستحيلات؟ لا يعني اولا بس لا 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 خليني اناقشك بالاولا، بس اسمح لي، موقف الدوله، موقف البرلمان، موقف الدستور. زين انا جايك بموضوع، اولا لا يوجد خطر على العراق، لا يوجد طوفان على العراق، وانا اجيب لك مثال. زين عندما قال سمير بس اعطيني لان انت وانا وقت، لا لا لك الوقت، لك الوقت، تفضل. دائما من يتكلم اخيرا يتكلم قليلا، هو هاي قاعده البرامج. باوعي زين لما قال سمير جعجع رئيس القوات اللبنانيه قال ان الحزب الله اتخذوا جبهه واضروا باللبناني، قالوا هذا مسيحي وهذا متصين وخونوه. وعندما قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومه نحن تضررنا بهذه ايضا خونه، ولكن بالامس من الذي قال؟ علي الامين المرجع الشيعي اللبناني قال اذا فتح جبهه لنصرة غزه لقد تضررنا به ولم يكن من الواجب ان نفتح هذه الجبهه، وعلى حزب الله ان يسلم الاسلحه للجيش اللبناني. هذا من خرط، هذا خرط، خرط، هذول اللي يحكون هيك متصهينين ترى وفاء، البارحة قال متصهينين دولة أخي الكريم. بال 1982 إسرائيل احتلت لبنان، بال 2006 لولا الحرب التي ضارع حزب الله لما انسحب. هذا خطاب التجبين والتهوين، اتركوه، لا تجبنوا من الناس، ما عندكم شيء لدعمهم، أرجوكم أن تكفون ألسنتكم عنهم. اللي ما بي خير يوقف مع الحق فليسكت او يكون مع الباطل، والساكت عن الحق شيطان مخرس. لبناني علي الامين هو اللي قال اخي من المرجع لا المرجع المرجع وان يكون هناك دولة علي الامين ذات مؤسسات، يعني لا هذول هو بسببهم، بسببهم استاذ وفاء. انت عندك علي الامين لو سيد حسن نصر الله، ايهما اقرب لتصديقه، سيد حسن نصر الله لو هذا سيد الامين؟
هو هذا المرجع الشيعي يا هو المرجع المرجع يعني شو رأي السيستاني في العراق ايضا علي الامين هو المرجع في لبنان ماكو تحكي انا احكي على المرجع الشيعي يا اخي زين زين كمل فكرتك استاذ وفاء ما يهم دقيقة على كيفكم احنا نقول هذه الحرب هي ليست الحرب اللي الكتاب الموعود اللي نكتب على وقضينا اللي في الكتاب لبني اسرائيل ان يعلف الارض مرتين هذا مو هذا الحرب الموعود لزوال اسرائيل نحن نعلم الحرب ستنتهي وهناك نشاطات كثيره ومحاولات كثيره وحتى الايرانيين وحتى العراق وحتى الكل يحاول اخماد الحرب وبالنهايه سنرى من المتضرر هذا ما يؤسفنا توازن الحرب عندما ينتهي الحرب سنرى الخساره الكبرى 80% من قيادين حزب الله استشهدوا 45,000 واحد من الفلسطينيين استشهدوا دمرت غزة بالكامل دمرت جنوب لبنان بالكامل ولكن الضرر في إسرائيل كانت قليلة مع الأسف نحن نقول مع الأسف يجب أن ينتظر العالم والإسلام والكرد إحنا اللي إحنا أحفاد صلاح الدين أيوبي ونبوخذنصر القائدين اللي وحيدين اللي حرروا القدس ماكو قائد عربي حرر القدس القائدين اللي حرروا القدس بس الكراد حرروا ونفتخر بهذا لننتظر اليوم الموعود الذي يكون حرب خلص حرب زوال إسرائيل زين السيد وفاء بجاوبك على سؤالي ما تجي لا بحزب الله لا بالمقاومة مالتنا ولا بحزب ولك عمي حزب الله في 2006 حرر لبنان جاي سولف يجي أخي جاي سولف إذا تجهل التاريخ لا تحدث به عيب ده نتحدث قدام ناس اللي حرر لبنان أنا قاعد أتحدث قدام الناس بالتاريخ أنت لا تتحدث أخي بالعام 1982 لبنان كانت محتلة من قبل إسرائيل وفاء قوية هذا الحرب زين سيد وفاء سيد وفاء ما ادري كنت الشعب اللبناني غير راضي دكتور حكومه لا مرجعيه سيد وفاء سيد وفاء هاي ذكرني بنفس موقفكم عندما قلتوا احنا ما لنا علاقه بمعركه دواعش وبعدين وصلوا للغوير وهم جو الحشد هناك وقوي هكم اسمح لي دكتور سيد وفاء وين وديتنا وين جبتنا من فضلك هو سؤالي واضح اليوم اذا الكيان هاجم العراق انتم وين وين من هذه المعادلة؟ أول قل لي راح تروح تقاتل لو بتقاتل يدافعون أي. أنا دقيق أول الذين يدافعون عن القضية الفلسطينية سيكون قوات البيشمركة أول الذين يدافعون سؤال سهلي قل لي ليش البيشمركة راحت للغوير؟ ليش راحت الكوباني؟ هذا مو تجاوز على الحدود على العراق. ليش راحت الكوباني؟ هذا الحكي ليش ما يحكي؟ زين يسأل لك دكتور حيدر جاوبه من فضلك الأخوة العزاء المضحين اللي على راسي البيشمركة الإخوان اللي عندهم تاريخ زين من صارت تداعيات في سوريا مو راح تحركت البيشمركة الى كوباني صحيح صح صحيح ليش تعيبون على العراق من ينصر اخوانه وشي يقول لي العراق مو من 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 جزء من محور المقاومه واحد يجي يقول لي شلون نجنب احنا مو اهل الحرب صح اللبنانيين ما يريدون قوات يقولون يا سيد وفاء يرحم والديك هل انت متحدث هم يقولون بس اسمح لي سيد وفاء سيد وفاء انت اذا كانت هذه تصح اذا ذيك ايضا تصح فما ما تعيبوه على العراقيين وعلى المقاومه نفسه يصح انا ما محترض يا ابو فتحي مثل ما انت قلت هم سيد وفاء يريدون الدعم اللوجستي واحنا سيد وفاء اللوجستي صرنا احسن الدول سيد وفاء لو سمحت لي الدعم اللوجستي كافي انا هذا قصدي سيد وفاء هل من الممكن ان تقول كل الشعب اللبناني يرفض المقاومه ويقولون يعني تجيب شخصيه واحده وتقول هو هذا ولازم اعمم رايي لا انا هل هذا هل هذا هل هاي مبادئ الحوار انا حكيت على سمير جعجع رئيس زي. حزب القوات اللبنانيه وعلى نجيب نقاد قدرتك بمجازر سمير جعجع بلبنان انا السني والمسيحي والشيعي عندي سؤال زين عندي سؤال بس اعطيني مجال حتى انتقل الاستاذ حامد لو سمحت لي سيد وفاء موجود انا مو طالع حكي من جيبي يا ست فرح زين والله وياك بس قل لي يعني هاي نقطه مهمه اذا الكيان يؤكد استهداف السيد السيستاني وانتم تقولون هذا ما يصير فرضا لا قدر الله ما فيش حكي هسه ما يهم يابا ما يهم فرض المحال ليس محال بس اسمح لي الكيان ما يقدر مستحيل السيد السيستاني مو مرجعيه بس الشيعة اسمعيني ست فرح احنا نعتبر المرجعيه مرجعيه لكل العراقيين واحنا عندنا الشرف موقفكم اذا موقفكم واضح الله يخليك موقفكم احنا الكرد نفتخر بالجمعيه وعندنا شارع باربيل يسمى شارع الحكيم لان المرجعيه افتت بقتال الكرد حرام استاذ احنا وضحت الفكره استاذ حاجي تفضل اخر دقيقه لك شنو تعليقك على هذا اللي صار يعني انا اللي اقوله حقيقه بشكل واضح وصريح يجب التمسك بموقف المؤسسة مؤسسة الدولة احنا في مرحلة
الآن تتحمل كل الأطراف اللي جاي يشكل هاي المعادلة الحاكمة، كل الأطراف تتحمل مسؤولية تاريخية. وقضية الخوض في المنازلة وفي الحرب ما جاي يطرح لا على طاولة اجتماع الإطار التنسيقي، ولا على طاولة اجتماع القوى السنية، ولا على طاولة اجتماع القوى الكردية، ولا حتى الحكومة أيضا جاي يتناقش أن العراق جزء من معادلة الحرب، بل العراق جزء لا يتجزأ من معادلة الإغاث. وإحنا الدور اللي جاي نقوم به الآن دور لا يستهان به حقيقة، وهو دور فريق على قلب الدولة لو ضد موقف الدولة. أنا دا أتحدث عن دور من وجهة نظرك أنت، دور مؤسسات الدولة. هذه الحكومة إذا كانت تمثل طيفا من أطراف المقاومة فينبغي أن نحترم قراراته، وبالتالي قراراته لا ينبغي التضحية بها ولا ينبغي التفريط بها. أما قضية أنه أنا عندي جناح يحمل السلاح ويستهدف المصالح الأمريكية أو المصالح الإسرائيلية من الأراضي العراقية، ونجي أيضا نحرج الموقف العراقي الموقف الرسمي بتخوين المنطقة مثل ما ردت الحكومة ببيان قبل أيام، على بيان الحكومة ببيان قبل أيام صحيح أن الحكومة غير معنية بهذه المواقف السياسية، وهذا مو موقف سياسي صادر من شخص خارج المعادلة الحاكمة، من شخص جزء من معادلة من الإطار التنسيقي. 30 ثانية. بيان الحكومة كان جدا واضح، حكومة لها سياقاتها السياسية والدبلوماسية. خلنا نلتزم بها. عفوا الحكومة مو الدولة، دولة شيء والحكومة شيء آخر. الحكومه جزء من الدوله، لا اي جزء من الدوله صحيح، لكن موقف الحكومه، لان الحكومات تتغير. شنو موقف الحكومه؟ بيان الحكومه، عفوا انا ما دخلت اجاوب. موقف الحكومه له سياقاته السياسيه والدبلوماسيه ولها الحق في ذلك. موقف اي منتظم سياسي قرارات ورئيس كيان سياسي كما يحصل في كل بلدان قرارات العالم، اللي ما يعرف هذه السياقات خلي راجعها. قرارات الحكومة أي موقف بيك. أي موقف يصدر من أي كيان سياسي الحكومة غير ملزمة به، قرارات الحكومة غير ملزمة به، ولهم الحق بأن يعبروا عن مواقفهم. وبالتالي دستورياً قرارات الحكومة دستورياً ملزمة التنفيذ والتطبيق. قرار هذا بيان، هناك مواقف الحكومة يجب أن نعرف مو بالضرورة كل المكونات السياسية أن تلتزم منع تعكير الحكومة الأمن في العراق وجعل العراق إلى ساحة الحرب. هذا موقف الحكومة أنا مع عفواً حتى لا يصير لبس. هذه دائماً بعض الإخوان اللي عندهم رأي خاص نحترم هذه الآراء حاولون أن يبينون أن هم الأكثر حرصاً على الدولة. طبعاً. نعم، من قدم للدولة وثبت أركان الدولة هم المقاومة وأبناء الحشد وكل هؤلاء المستفيدين الآن. دكتور، من المقاومة؟ دكتور اسمح لي، من هم المقاومة؟ كل أبناء المقاومة هم غير سواعد ولد عمنا ولد خالنا. أنت ليه جاي تصنف المقاومة شيء؟ شكراً شكراً جزيلاً. أنت ليه جاي تسلخ المقاومة من بيئات الاجتماعية اللي احنا عايشين بيها واللي احنا قاعدين نضايفين فيها؟ شكراً جزيلاً. شكراً دكتور حيدر، شكراً جزيلاً رئيس مؤسسة نارامسي للحوار والتنمية الدكتور حيدر البرزنجي. نحن بالنهاية ابناء بيئة جاية من تكساس، استاذ حامد من كاليفورنيا. استاذ حامد شكراً. هذا المنطق حقيقة تحشيد غير مقبول. القيادي مسيل المقاومة، يا أساتذتي ما يجوز، مسيل الشيعة ما يصير. انت حتى تكون مقبول اجتماعياً، راح اضطر اختم والله، خطر خلص وقتي والله. حزب الله لماذا له قاعدة شعبية ومحبوب وشعر اللبناني وكذلك المقاومة في العراق ما عدا انتم؟ والله هذه الجدلية لن تنتهي. شكرا جزيلا الأستاذ حامد السيد القيادي في تيار الخط الوطني، حياك الله. شكرا جزيلا وفا محمد، شكرا جزيلا عضو التحالف الوطني عضو الديمقراطي، شكرا جزيلا. ما يجوز، شكرا شكرا. لازم أختم هذه الحلقة، أعتذر منكم. الآن خلونا نروح إلى التغريدات وأبرز ما جاء في منصة إكس. خلونا نروح.
الحصاد انتهى لهذا اليوم، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.